وانا تايه في الشارع واحد قال لي فيه. قلت له انا رايح اي مكان عاوزين فيه ممثلين. قال لي افوت انك راجع وهتخرج من اول شارع روح على مصطفيه وقريب من اول الشارع. من اول الشارع شفت يافطه على اليمين لقيت مكتوب عليها مطلوب ممثلين. قربت منها شويه بصيت ودعكت عنيا اكتشفت ان المكتوب هنا مكتب محامين. ماشي بحلم بالنجوميه بحلم اني يكون ليا دور في اي مسرحيه او حتى دخلي تاني. انا عايز بس اعمل دور ولو وقفت عشانه طابور نفسي امثل دور انا عايز اعمله ما اكونش عليه مجبور. النهارده الحياه مش هي مش هي وتعاركوا عليها وعليا وعليا مسارح لا 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 مش هي مش هي لازم نفهم معنى كلمه مسرحيه اكون او لا اكون تلك هي المشكله. قربت اوصل للجمهور نصي العمليه بندرة طلعت من الانفوشي للتصوت والابداع رحت مصر لقيت كتاب الممثل بيتباع على اليمين نصح مساكين جوال ممثلين للادوار مش لاقيين منهم تايهين ومدعيين واللي نايمين والمبدعين. ناس بتقول في العقال ناس بتمثل اي مكان ناس كتيره زي حالاتي عايزه توصل للمحال. ناس بتزرع في الشوارع ناس بتجرب في المزارع وانا نفسي يوم اكون وصلت فيه لاخر الشارع اخر 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 الشارع.